الخوف. طب الخوف من مين لمين؟ مين اللي خايف من مين؟ هل انت خايف انك تشتري ذهب؟ عشان دايما كل مرة بتشتريه بيقول لك الذهب ايه؟ غالي. كل مرة تقرر تنزل تجيب فيه جرام يقول لك الذهب ايه؟ غالي. ولا الخوف هو اللي بيعملوا فيك تاجر الذهب عشان يخليك تشتري الذهب وهو غالي؟ انت انهي فيهم؟ انت اللي بيخاف يشتري ذهب ولا اللي بيخاف فالتاجر بيشم ريحتك فيعلي لك سعر الذهب فتنزل تشتري الذهب وهو في اعلى نقطه ليه؟ انت مين؟ صدقني والله العظيم ما هتخرج بره الاثنين دول. انت اللي بتسمع من اللي بيسمعه فبيجري يجيب الجرام من غير ما يفكر ولا يعرف هو مربوط على ايه ولا على كام. كم واحد فيكم هنا اشترى الذهب السنه اللي فاتت في يناير زي دلوقتي؟ اشتريته بكام؟ حد اشترى الذهب لما كان الجرام 4000 جنيه و4200 في مصر؟ حد سمع عن الموضوع ده في يناير اللي فات؟ عارفين كم واحد اشترى في الفتره دي؟ هو عمل فيك ايه؟ لعب بيك باسم ايه؟ الخوف. لو الشعور ده دخل جواك فخدت عليه قرار شراء الذهب، اعرف ان قرارك صح ولا غلط؟ مستحيل يبقى قرارك صح. طالما خدت قرار شراء الذهب وانت متخوف، هو عمال يقول لك يلا انزل اشتري عشان هيغلى، يلا انزل اشتري عشان هيزيد، ساعتها انت واقع واقع لا محاله. امال امتى اشتري الذهب؟ امتى؟ في حاله واحده بس. لو انا عارف ايه اللي هيجرى؟ ايه اللي هيتم؟ ايه اللي احنا داخلين عليه؟ طب يا ترى يناير من كل سنه الذهب بيغلى ولا بيرخص؟ والاعلى مستوى ليه؟ مش كده؟ يبقى لو انا انسان ذكي اروح اشتري الذهب ده قبل يناير ولا اثناء يناير؟ طب ما حدش بيعمل كده ليه؟ ايه اللي احنا قلناه؟ الناس كلها حافظه وفاهمه بسم الله ما شاء الله. طب ما بتعملش كده ليه؟ انت مستني لما تسمع في عمرو اديب وفي التلفزيون وفي كل حته يلا الدهب ب 4500 الدهب ب 5000 ورايح 19000 هنا تعمل سيادتك؟ ينزل تشتري. فايه اللي يحصل؟ سعر الدهب يرخص فانت تقعد مربوط للسنه لحد ما السنه تخلص والدهب يرجع يبقى تاني في يناير. عارفين تجربه راجح؟ في حد عارف راجح؟ عارف راجح؟ حدودي راجح على السريع كده. انا ما اعرفوش على فكره. راجح ده شاب جميل ومحترم. نزل اشترى جرام الذهب لما كان ب 3800 جنيه. امتى؟ في يناير اللي فات. خلاص؟ اشترى راجح الذهب بتاعه ولسه معاه شويه فلوس. فضل راجح بالذهب بتاعه طول السنه. واما الذهب نزل 3000 جنيه راجح اشترى؟ لا وخلي الذهب معايا. بس لما نزل ب 3000 اشترى؟ ما اشتراش. امال عمل ايه؟ زي ما هو. لحد ما دلوقتي رجعنا تاني جرتها كام؟ 800. راجع دخل سلام لي انزل اشتري ذهب يا استاذ احمد. انزل اشتري ذهب. طب انت ما اشتريتوش ليه لما كان ب 3000 يا راجح؟ عشان كانوا بيقولوا نازل ل 2500 و2600 وما اشتريتش. يبقى ايه الحاله الوحيده اللي اشتري فيها ذهب؟ لما يكون سعره نازل، لما الذهب يكون في قمه وسعره ينزل، ساعتها اخش اشتري الذهب ولا ايه؟ ولا تبالي. عارفين الذهب كام عيار؟ متعارف عليه؟ كام واحد؟ اربعه، يبقى تحسب 14؟ ثلاثه، 18، 21، 24. 22 ده بيتباع في السعودية، احنا في مصر. طيب السؤال بقى. السؤال. ارفع ايدك انا اعرف الإجابة. دقة عيار 21 كام في المية؟ 875. مش هتكسب. مع انك جاوبت صح. هنا في مصر؟ ما هو دقة عيار 21 هنا في مصر. هو هتفرق؟ لا أصل هنا قول. 875.7%. مبروك تعالى كاميرا مان.